بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام عليكم على كل اللي بيشوفونا، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن صحة وفي أفضل حال إخواني وإخواتي في الله. أهلا بكل متابعيني وعيلتي التانية، ومرحبا بكل المشتركين الجدد واللي لسه اشتركوا، بقول لهم يشرفني ويسعدني انضمامكم للقناة. إن شاء الله بإذن الله أقدم النهاردة وصفة من أقوى الوصفات لعلاج القولون العصبي والمزمن، واتعملت دراسات كتيرة جدا على الوصفة ديت وأثبتت التجارب فعاليتها في علاج القولون العصبي. ممكن نقول عليها الوصفة المعجزة لعلاج القولون بشكل نهائي وفعال في وقت قصير وبسرعة رهيبة، ونتائجها مضمونة 100%. في الوصفة ديت هنستخدم ثمرة اسمها ثمرة اللومي او الليمون الاسود او الحامض الاسود، ده شكلها، وبتختلف اسمائها في دولنا العربية. هي عبارة عن ليمون مجفف، يعني الليمون او الحامض الصغير بيتجفف لحد ما يبقى لونه اسود مجفف زي ما انتم شايفين. في الخليج العربي بتستخدم طبعا في اكله مشهوره اللي هي الكبسه اسمها اللومي، اما في مصر عندنا بنسميها الليمون البنزهير، وفي العراق ده شكلها اهي برده، وفي العراق اسمها نومي البصره، وهو مشروب بيعملوا منه مشروب معروف في العراق. متوفرة في دولنا العربية فين؟ عند العطارين وعند اي عشاب، منها المجفف ثمرة كده مجففة، ومنها بيكون مطحون. الافضل ان احنا نجيبها مجففة ونطحنها في البيت، اي اعشاب ياريت نجيبها ونطحنها في البيت علشان تكون مضمون جودتها، ما تكون مش مختلطة باي شوائب، ما يكونش فيها اي اتربة او كده، فنجيبها احنا ونطحنها في البيت. كمان يفضل ان احنا نجيبها من عند العشاب او اي عطار مشهور بالامانة وبالجودة، ويكون عنده برضو السحب باستمرار، يعني في ناس بتشتري منه باستمرار علشان ما يكونش عنده اي اعشاب او اي عطارة متخزنة. يلا نبدأ على بركة الله وصفة النهاردة بمشروب اللومي، متأكدة بإذن الله لما هتجربوها إن شاء الله هتلاقوا نتيجتها من أول مرة وهتعتمدوها في نظامكم اليوم. هنعمل إيه؟ هنبدأ بسم الله ناخد حوالي 5 ثمرات من اللومي أو الليمون الأسود، وهنطحنهم طحن ناعم كويس جدا، هندقها الأول في الهون وبعد كده هنطحنها في الخلاط أو الكبة، او لو كان عندكم مطحنة او خلاط بسرعة كبيرة مثلا 250 واط او 500 واط تطحنوها بيه على طول، لكن انا بفضل ان احنا نطحنها الاول بقالة حادة او في الهون وبعد كده نطحنها في الخلاط. انا طحنتها اهو لحد ما بقت ناعمة جدا ويابسة. بعد كده بقى هنعمل ايه؟ هنجيب كوباية مية دافية، تكون دافية ما تكونش سخنة، واللومي او الليمون الحامض مش بس بيعالج القولون، لا ده كمان بيعالج الدهون المتراكمة وخاصة في منطقة البطن، بيحرق السعرات حرارية عالية جدا، بيحرق السعرات الحرارية اللي تبقى متخزنة في الجسم، وكمان مقوي للمعدة ومقوي للقلب، بيفيد الكبد ومضر للبول وبيطرد الغازات، كمان مهدي للاعصاب. طبعا ان الانسان لما بيتعرض لتوتر وقلق بنلاقي بيحس بالام في مبرحه جدا في القولون العصبي، فمشروب اللومي بيهدي الاعصاب وبيرخيها، وكمان بيطرد اي غازات وبيمنع اي تقلصات في المعده، لانه في فيتامين سي وفي مضادات اكسده، في فيتامين الف وفي فيتامين ج، في املاح معدنيه، يعني مفيد جدا. كمان مش بس مفيد للمعدة والأمعاء، لا ده مفيد كمان للكبد، بينظف الكبد من أي سموم وبيقتل أي ميكروبات وبكتيريا في القولون اللي بتعمل على تهيج القولون وحدوث ألام فيه، يعني بجد فوائده رهيبة جدا مش بس للقولون، لا لأعضاء الجسم المختلفة. وإن شاء الله هنزل لكم فيديو عن طرق التخلص من الكرش عن طريق الليمون الحامض أو اللومي، مفيد جدا بجد في التخلص من دهون البطن. هنعمل ايه؟ هنجيب كوباية مية دافية ونحط فيها معلقة متوسطة من السكر، فمرضى السكر استخدموا اللومي عادي جدا، احنا هنستخدم معلقة بس متوسطة من السكر، ونحط عليها معلقة كبيرة من اللومي او الليمون الحامض، وهنقلبهم كويس جدا
في كوباية المية الدافية، وبكرر تاني كوباية مية دافية مش كوباية مية سخنة علشان ما تتكسرش العناصر والفيتامينات، العناصر الغذائية والفيتامينات اللي موجودة في اللومي. كده بقى عندنا مشروب اللومي جاهز للاستعمال. هنستعمله بقى ازاي؟ ان شاء الله هنعتمد عليه في علاج امراض كتيرة جدا. نستخدمه ازاي؟ هناخد كوب من المشروب اللي انتوا شايفينه دوت على الريق اول ما نصحى من النوم. هنحضر كوباية وياريت تكون طازجة، ما ينفعش ان احنا نحضر كمية ونركنها مثلا في التلاجة ونستخدمها بعد كده، لا، هنعمل المشروب ده جاهز ونستخدمه فريش. يبقى على الريق اول ما نقوم كده هناخد كوباية من اللومي، وبعد كده نفطر، وبعد الاكل بعد الفطار هناخد برضو كوباية من اللومي، وقبل الغداء وقبل العشاء هناخد كوباية من اللومي من مشروب اللومي او الليمون الاسود. هقول تاني نستخدمه ازاي. اول ما نصحى من النوم نشرب كوباية على الريق، وقبل كل وجبة هنشرب اللومي، وممكن بعده برضو بعد الوجبات، يعني هنشربه حوالي 4 مرات في اليوم على الريق، وبعد او قبل الفطار، وبعد او قبل الغداء، وبعد او قبل العشاء هنشربه 4 مرات في اليوم. بجد هتلاقوا نتيجة، ممكن من تاني يوم هتلاحظوا مفيش اي الام في القولون. وفي ناس بتاكل بقوليات ومخللات زي ما هي عايزة طالما انها بتستخدم اللومي. يعني بجد مشروب جميل جدا، وان شاء الله في نهاية الفيديو هقول لكم على نصايح للقولون هكتبها لكم. في نصايح كده لازم يلتزم بيها مرضى القولون المزمن، ان شاء الله برضو هنزلها لكم مكتوبة، ممكن تنقلوها او تعملوها سكرين شوت علشان ما ترجع لكمش الام القولون نهائيا، ومش هتلاقوا اي معاناة باذن الله لو طبقتوا النصايح ديت ومع مشروب اللومي. ان شاء بجد مشروب اللومي مفيد جدا، وياريت تعتمدوا عليه في الروتين بتاعكم اليومي، زي ما بتشربوا مثلا كده شاي او قهوة، ياريت اللومي يكون مشروب حتى للي ما عندهمش القولون او بيعانوا من اي مرض، ياريت مرة واحدة حتى يوميا. دي كانت نهاية فيديو النهاردة، بحبكم جدا، اشوف وشكم بخير الفيديو الجاي. ياريت ما تنسونيش من صالح دعائكم، يا رب اكون افدتكم، بحبكم جدا، اشوف وشكم بخير الفيديو الجاي. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.